اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله جميله جدا جدا. البطاطس معانا بنبقى محتارين نعملها ايه ونشكلها ازاي. تعالوا مع بعض هنعمل احلى طاجن بطاطس جميل جدا جدا، وهنشوف مع بعض ونبدا اول خطواتنا، وهي اول حاجه اللحمه. هنشتغل باللحمه، معانا لحمه مفرومه نص كيلو، ومعايا بصل، ومعايا طماطم وفلفل رومي، ومعايا معلقه ثوم، معايا البهارات بتاعتي، ملح، كزبره، كمون، بابريك، فلفل اسمر، السبع بهارات، قرفه. دي المكونات اللي معايا. تعالوا نبدا على النار بقى كده ونشوف هنشتغل ازاي. تعالوا مع بعض بقى نعمل اللحمه. هنعصج اللحمه، عصجناها مع بعض قبل كده، بس هنا هنضيف زي ما قلت لكم الفلفل والطماطم، بيديلها نكهة جميلة جدا جدا مع صينية البطاطس اللي هنعملها دي، جميلة جدا جدا. حطينا البصل وحطينا التوم اللي معانا وحباية الطماطم والقرن الفلفل، كل ده مع بعضه كده لحد ما يدبل شوية، وبعد كده هنزل عليه باللحمة وهنزل بالبهارات اللي احنا قلناها مع بعض. هنخلط كل ده ببعضه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هنغطي عليها لحد ما تستوي. احنا عايزينها كده نص تسويه، مش مشكله، لان هي هتكمل تسويه في الفرن مع صينيه البطاطس. ما شاء الله، شايفين الجمال، ريحتها جميله جدا جدا. على فكره دي تبقى جميله جدا في الحواوشي وفي الحاجات دي. اهو زي ما انتم شايفين كده قطعنا شرايح البطاطس وجبنا الصينيه اللي معانا دي ودهناها زيت، اي ماده دهنيه كده، واستحسن زيت يعني. ونبدا نرص البطاطس زي ما احنا شايفين. البطاطس سمكها معقول، مش تخينه ولا حاجه، ولا زي ما بتعملها في الصلصه، لا هترققها شويه. اهو زي ما انتم شايفين كده رصينا الطبقه الاولى، وهنرص عليها الطبقه الثانيه. هتقفل كل الفتحات اللي موجوده معاكي في ارضيه الصينيه كده. اهو بعد كده هننزل باللحمه. يبقى اخدنا نص كميه البطاطس اللي معانا في ارضيه الصينيه، وبعد كده فردنا اللحمه اللي احنا معصجينها. اللحمه ريحتها تحفه جدا ببهاراتها بالتتبيله اللي احنا حطيناها دي، وهنبدا نرص فوقها بقيه البطاطس اللي معانا. اهو زي ما انتم شايفين كده، وهترجع برضو تغطي بقيه البطاطس دي، يعني تعملها طبقتين. اهو زي ما انتوا شايفين كده. معاكي بقى اي نوع جبن زي ما انت عايزه، شيدر، موتزاريلا، اي رومي، اي حاجه تغطي بها الوش خالص. هنا غطيت بشيدر وموتزاريلا وحطيناها في الفرن لحد ما استوت. غطيتها الاول بورق حراري، وبعد كده حطيتها في الفرن لحد ما استوت، لان البطاطس طبعا كانت نيه، لحد ما استوت معايا واخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى حاجة سهلة جدا جدا وبسيطة، وخلصت في غمضة عين بجد، ما اخدتش وقت خالص. وجبة غدا جميلة جدا جدا جدا. هنقطعها كده مع بعض ونشوفها مع بعض هتبقى شكلها عامل ازاي، وطعمها كان تحفة جدا. يبقى حطينا كمية البطاطس اللي معانا تحت، قسمنا الكميه، حطينا نصها تحت، وحطينا اللحمه في النص، وحطينا باقي الكميه اللي معانا في فوق، وغطيناها بجبنه موتزاريلا، وهتزينها كده بحبه بقدونس او حبه كزبره، يدي لها كده شكل وريحه جميله. طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا، فلازم الوجبه معاكي كده تكون شكلها حلو وتفتح النفس. دي صينيه او طاجن يشرفك قدام ضيوفك وعلى سفرتك، وحاجة جديدة وجميلة وطعمها حلو قوي. هنقطعها كده مع بعض. ما شاء الله طعمها حلو جدا، وحاجة زي ما قلتلك في منتهى البساطة. هبدأ اشيل القطعة بتاعتي، انا ما استنتش عليها لما بردت ولا حاجة. شايفين الجبنه فيها جميله ازاي، ما شاء الله، شايفين شكلها، وشايفين البطاطس، طبقه البطاطس وطبقه اللحمه جميله جدا جدا،
وبجد طعمها حلو. ومن كتر ما هي حلوة عمال اقول لك طعمها حلو طعمها حلو. اللي عجبه الفيديو بتاع النهاردة ما ينسناش في لايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة علشان يوصلكم منا كل جديد. وهدوق معاكم كده البطاطس الجميلة دي وجربوها وقولوا رأيكم عليها في الكومنتات لانها بجد جميلة جدا جدا. شايفين ما شاء الله جمالها. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، وأشوفكم على خير. باي باي.